اخبار اليوم. احنا عارفين ان مصاب المجلس الاعلى لا يحتمل الا الحضور السنتين على الاقل. فهو المصاب الثمن على 11:30 وبدانا لوحدها ولسه مخلصين الدقائق زي ما حضرتك شايفين. اظن وصل لكم اسماء الفائزين بالجوائز. انا نبدا بجائزه النيل اللي هي قيمتها 400,000 جنيه وهي دي اعلى جوائز. عباره عن 400,000 جنيه ومدادة ذهبية والمفروض ان هي في ثلاث فروع وفي كل جائزه مفروض بيفوز فائز واحد فقط. هي جائزه واحده فقط. في الفنون فازت الاستاذه الفنانه عفاف علي كامل الصباحي اللي هي الشهيره رمادة الصباحي. في الاداب فاز الشاعر الكاتب فاروق محمد غزال شوشه الاستاذ فاروق شوشه. في العلوم الاجتماعيه فازت الاستاذه الدكتوره ليلى تكنا فازت في التصويت الرابع. انما باقي الفائزين فازت في التصويت العالي اظن الثاني او الثالث. وعشان كده رغبت ان هي الطريف ان الدكتوره ليلى تكنا المفروض في التصويت الرابع الفائز يكون ب 50 زائد 1 هي في التصويت الرابع حصلت اكثر من 50. بالنسبه لجوائز الدوله التقديريه جائزه الدوله التقديريه احنا عارفين قيمتها 200,000 جنيه زائد ميداليه ذهبيه. مفروض في الفنون كان يفوز ثلاثة لكن فاز اثنين فقط وهم الأستاذ بشير ديك واسمه بالكامل بشير صديق حسين الدين. الفائز الثاني الأستاذ عبد الغفور محمد عبد الجواد هو الفنان أشرف عبد الغفور جائزة ثلاثة حروف. في الأدب في ثلاثة فائزين الروائي سعيد الكفراوي والأستاذ سعيد الكفراوي فاز من التصنيف الأول. يعني فاز الاكتساح من التصويت الاول ثم فاز الشاعر الاستاذ احمد محمد سويره وبعديها الاستاذ الدكتور صلاح الضرع صلاح حسين الضرع في العلوم الاجتماعيه فازت من التصويت الاول الاستاذه الدكتوره عبد الحمد عثمان ثم فيما بعد فاز الاستاذ الدكتور مصطفى كامل السعيد وشريف مصطفى السعيد ثم فاز الاستاذ الدكتور اسحاق عبيد. وفي جائزه رابعه حره فاز ثلاثه كان المفروض يفوز أربعة. في جائزة الدولة جوائز التفوق وقيمتها 100,000 جنيه وهي ما بيبقاش معاها ميدالية ذهبية وميدالية فضية. في الفنون كان مفروض يبقى اثنين فائزين في جائزة حجبت والجائزة الأولى فازت بها المخرجة الأستاذة سميحة البنون. في الآداب فاز اثنين وهم الشاعر زين العابدين فؤاد والأستاذ بهيج إسماعيل. في العلوم الاجتماعية كان المفروض يفوز ثلاثة فاز اثنين وحجب الثالثة. الفائز الأول الأستاذ الدكتور عبد المجيد محمود مستشار عبد المجيد محمود نائب العام السابق. والفائز الثاني الأستاذ الدكتور خالد مصطفى محمد مصطفى عبد هو الدكتور خالد عبد. الجائزة الثالثة حولها. فيما يتعلق بجواز الدولة التشريعية أظن المفروض يساعد على حضراتكم جميعا واعتمادها المجلس. وفي توصيه من مكان المجلس احنا لقينا احد الفائزين بجائزه الدوله التشجيعيه هذا العام سنه كبير حوالي 70 سنه. ففي توصيه هنعرضها على القانونيين المتخصصين علشان الفائز بالتشجيعيه يكون لا يتجاوز ال 40 سنه. وانه احنا عارفين ان كان المجلس الاعلى منذ عده سنوات جاء في سنه من السنوات وقال ان الفائز بجائزه الجائزه التشجيعيه ينبغي ان يكون شاب ولا يتجاوز ال 40. ففي احد المرشحين كان استبعد لهذا السبب فرفع دعوه امام القضاء الاداري وكسبها انه مش من حق المجلس الاعلى انه يحدد سن وجاء في حساب حكم وقتها ان التشجيع للعمل وليس لصاحب العمل. يعني ممكن واحد يبقى عنده 70 سنه او 80 سنه او 60 او 50 ويقدم عمل جيد يستحق. ايا كان احنا هنعرض موضوع هذه المساله على القانونيين في الوزارة وخارج الوزارة في مجلس الدولة ثم يجتمع المجلس الأعلى ياخد توصية وقرار. يعني ياخد توصية بيها ثم نحولها ونفعلها إلى قرار. شكرا وأنا تحت أمرك في أي أسئلة.